العبد الذي كسب علوما وصدته. تخيل يوم أن ينادي الجبار يقول قل عبد يضحى بحزين ففروا إلى الله. يقول قل عبد أتذكر يوم كذا وكذا فيقرره الله بذنوبه حتى إذا ظن العبد أنه ملك قال أطهر الله أنا العبد الذي سطرت عليه إلى الله فإني سترت ما لك في الدنيا وإني أخذها لك في أصيح